سي احمد شنو المشكل اللي عندكم لنا في بلوك فريد بالبرنوطي بالضربط؟ مشكل ولا عندنا مشكل كبير، مشكل هو ديال الاحتلال ديال هذا الشارع هذا، ولا محتلين هذا السيد كيجيب هذا السيارات كيبيع ويشري في السيارات ودير لنا باركينغ هنايا. حنا مابقاش عندنا الحق هنايا اللي ساكنين هنا، حنا بجوار هذا الشارع هذا بجوار ما عندناش الحق باش نستاسيونيو السيارات ديالنا هنايا. هاد السيد استغل بزاف، دار هاد الحزام هذا كله من تحت ديال من حدا قهوة بلجيكا بخاسك حتى لحدا الشارج، كله باركينغ الي وغوتور. لا لاحظتوا هنايا راه الي وغوتور كله باركينغ، ديروا باركينغ هنايا، ما كاينين طوموبيلات اللي ما كيبوجيوش. واش حاولتوا انتم تفتحوا معاه شي حوار ولا هذا باش تتحل؟ ما كاين لا حوار لا والو، حنايا خصو يحيد لنا من هنا وصافي، يمشي يقلب على شي باركينغ، يخلص شي باركينغ ويمشي يحط فيه السيارات ديالو. حنا ما كاين لا حوار لا والو، هذا استغلال، هذا استغلال الملك العام. وكي حتى بقرب المدرسه هنا ديال اسامه بن زيد حتى الدراري كيلقاو هنا دي من واقعين دي زاكسيدون بريسك يوميا، ولا دي فرانس ساك يوميا. علاش الدراري هادو السيارات كيحجبوا الرؤيه للتلاميذ اثناء لا 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 باش كيقطعوا الشارع كيحجبوا لهم الرؤيه، السيارات كيحجبوا لهم الرؤيه. لهذا كنطلبوا من الناس المسؤولين باش يتدخلوا في اقرب وقت ممكن. سي فريد، واش انتم بالنسبه للسكان تاع بلوك فريد في البرنوسي واش قدمتوا شكايات حول القضيه اللي حول المشكل اللي تتعاني؟ لا مازال، ولكن احنا وجدنا الشكايه وقريب نقدموها ان شاء الله. حتى انا من الناس السكان اللي متضررين من هذا، كنسكنوا في بلوك فريد، ولا الناس اللي ساكنين في حي مباركه، كاين المدرسه هنايا وكاين المسجد. قالوا هاد الترافيرسي عندنا ولات صعيبه بزاف، يعني خاص ترد البال، لدرجه ان الناس مابقاش كيبغيو يصليو في هاد الجامع كيخافوا من هاد الترافيرسي هادي. كاينين الدراري الصغار كيقراو هنايا، خاص الدري الا ما ديتيش باه ولا ما ديتيش مو ما يقدرش يدوز بوحدو، لان شوف كيفاش هاد المريرات كيفاش صغيورين، خاص تدخل معاها وطل، ياك ما جاي الطوبيس رجع. وهذا حتى زعما خاص تكون زعما فريمون رد البال مزيان، شي نهار ما تردش البال الله يحفظ تجي فيها. وشوف الطوبيس كيفاش كيدوزو، علامات التشوار ما كيبانوش. وهادو بالنسبه للناس الاخرين اللي مضرورين تا هما القهاوي ولا البيع والشراء ولا الحريفيه، دابا شحال من مدوخ كاين هاد المشكل عندك؟ واحد عامين، شي عامين تقريبا، قبل ملي بدات كورونا ولا قبل كاع. هو في الحقيقه هاد السيد كان مستاسوني في واحد البلاصه اخرى، لا جاو عليه لقينا الجماعه هو يجي لهاد البلاصه هادي، لا خاصنا البلاصه فين ستاسيونيو ملي ندوزو في امان. وهادشي اللي كان كنطالبوا السلطات يدخلوه فكونا من هاد المصيبات. المهم كنخلص الواجبات ديالي، هاد السيد هذا ها انتم كتشوفوا حط لي كاع شاد لي، كيجيو مالي البوطات ما كيبقاش فين وقفوا، مالي الحليب كيمشيو صقوا راجعين حتى نجي من طريق اخرى. وها انتم كتشوفوا بعينيكم، يعني الصورة غنية عن التعريف. يعني انت بالنسبة للروج ديال التجاري ديالك نقص مع هاد المشكل بزاف، وتخاصمت مع الليفرورات، يعني كيجيو ما كيبقاش بلاصة كيمشيو. ايوا هذا ما كان